مرحبا بكم مشاهدينا، حلقه جديده من برنامج بوب بوب شو. كنتلاقاو بكم كل سبت وكنصادفوا ضيفين طبعا اللي كيكونوا عندهم بصمه وعطاء كبير في الميدان الابداعي والفني. دائما مع ابتسام كتيبي. مرحبا بك ابتسام. مرحبا بك سميد. اليوم غادي نتكلموا على وحده من السلسلات ولا من المسلسلات اللي لقات اعجاب كبير ونالت حظ وافر من المشاهدات على القناه الثانيه خلال شهر رمضان. كنتكلموا من طبيعه الحال على سلسله بنات الحديد، واليوم حاضرين معنا كل من مخرجها علاء كعبون و واحد من الادوار الرئيسيه عبد الرحمن اقور. مرحبا بكم بجوج. مرحبا بكم. فرحانين تكونوا معنا هاد العشيه. فرحانين. شكرا ابتسام. شكرا سميد. ياك ما كذبناش ملي قلنا راها نجحات ولقات واحد النسبه كبيره من المشاهدات. واش نتوما راضيين على السلسله وعلى لو ريزولتا فينال؟ اي واحد نقطه النظام. راه باش قلتي فرحانين تكونوا معنا صاحبي سولتي واش هما فرحانين. احنا فرحانين. المهم تهما فرحانين. كل شيء واضح. زيد نتوما فرحانين وراتي احنا فرحانين. حنايا فرحانين. الله يحفظك. نتوما راضيين على 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 السلسله؟ راديين. جو بونس كو لا انا مخرج لا عبد الرحمن الممثل اوني تري تري كونتون شنو درنا في البلاطو كومون سا سي باسي لو ديرولمون ديال لو تورناج لو ريزولتا. ابخي ديما كنتمناو نديرو احسن، ديما كنبغيو نديرو احسن. مي كيما كنقول ديما، كيما قلت لعبد الرحمن، كيما قلت الناس اللي خدموا في هاد لا سيري، سا ريست لا ميور برودكسيون اللي خدمت فيها، سا ما ميور سيري اون فادير. جو تري كونتون. من ناحيه النتيجه اللي عطات ولا من ناحيه الامكانيات المرصوده؟ كلشي كلشي. من ناحيه الامكانيات اللي كانت في لا سيري، الوقت اللي تعطى لا سيري، الوقت اللي تعطى لشاك ايتاب. Que ce soit la pré-production, la production, la post-production, l'accompagnement, les gens qui sont impliqués dans la série, production, techniciens, les acteurs. Mmh. Vraiment, c'était une très, 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 très belle expérience. Et le résultat, moi, franchement, voilà, je suis vraiment content. Je ne suis jamais satisfait. On peut toujours faire ولكن راضي على 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 ما قدمته ومن طبيعة الحال شفنا النتيجة عند الجمهور وردود الأفعال. كنقترح عليكم نشوفوا دي زيكستري من سلسلة بنات الحديد ومن بعد نرجعوا باش نبداو أول فقرة. نبداو من الأول. هادي قصة وحكاية البويا المرايا اللي نشوف في راسي ومالي مالي شبيت الحالي فراق الغالي تمنيتك حدايا خليتي غمرة وواك فرقع لي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودور عليها خليتي غمرة وواك فرقع لي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودور عليها وبنات لحدي كانوا دو لقطات من مسلسل بنات الحديد. ونبداو دابا من الاول. علاء كعبون عرفوا بان رمضان هو واحد المرحله مفصليه في السنه لانه كاع الانتاجات الكبيره كيكونوا في رمضان. هناك طلب وطبعا انتم كتحسوا بالضغط بيان سور. في مسلسل بنات الحديد كنظن بانه من اهم الاشياء اللي وقعوا انكم قدرتوا تبداو بكري. بداو بكري جو دير ما عمرنا غادي نبداو بكري 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 حيت ديما كنبقاو رمضان دكو بيان سور. يعني ولكن البروجي كان واحد السنة هضرنا عندنا سنة الحمد لله اونيتي بيان. هضرنا على البروجي بزاف مع الشركة ديال الإنتاج المنفذة مع بيان سور مع دوزيم. هضرنا بزاف على لي بيرسوناج كيفاش غيكونوا لو لوك دلا سيري. يافي بوكو كان بزاف ديال الأخضر الرد مع 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 دوزيم مع لا سيناريست مع لا بروديكسيون فاتين يوسفي اللي كان فيهم. اي دكو فوالا سي قد ما كيكون الوقت قد ما كان كلشي كيبان ليه البرودوي علاش غادي لو ريزولتا ديالو علاش غادي يشبه في الاخر. دوكو اوني بوكو بلو راسوري الحمد لله. اون فادير كو بدينا بكري خدينا الوقت باش باش نرسموا لي بيرسوناج باش نشوفوهم باش نهضروا مع الممثلين باش 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 كلشي يكون كما مكتوب. فوالا. عبد الرحمن انت هذه يعني نقدروا نقولوا ثالث تجربه في المسلسلات من بعد ولاد الدرب ومال الدنيا اللي كانوا على قناه ام بي سي. بنات الحديد اول عمل نقدروا نقولوا تداع على القناه الثانيه. واش حسيتي بهذا الشيء كله؟ يعني حسيتي بانه الوقت عطاك وقدرتي تخدم الشخصيه ديالك على خاطرك قدرتي
تغوص فيها قبل ما تبدا تورناج؟ صراحه حسيت فريمون بلي الوقت اللي كان عندي كافي باش انني نبريباري لو بيرسوناج ديالي لو سيناريو تصيفط ليا قبل واحد 5 د الحلقات ما تصيفطوش ليا الاخرين على كان اكسبري ما بغيناش نعرفوهم مي فريمون حسيت اكزاكتومون مي فريمون حسيت بالوقت كان و ما لقيتش مشكل. واش مشكل تلعبوا على هذه المساله ان الممثل خاصو يكون يجهل المصير ديالو في ماشي ضروري غير هو مره مره بحال دابا زوم في لو كا ديال عبد الرحمن اي هارون اللي كان كيلعب لو رول ديال تامي الصغير ولد فاطمه اللي هي فاطمه زهره بن ناصر اي ساره سي ان تريونغل اموغو و في ليبيزود 25 كاين واحد ليفينمون اللي مهم بزاف واللي كيتقلب فيه كلشي كون كان تعطاهم داك ليفينمون من الاول جو بونس كو كانوا غادي يبنيو عليه بزاف الحوايج ميم في لو جو ديالهم اي فون ساتوند باسكو غادي يوقع بيناتهم غادي يوقع بيناتهم اون فادير واحد المشكل واحد الكونفلي دوكو كنت قلت لهم الاحسن ما نبارطاجيوش لي 5 ديرنيز ايبيزود معاهم كوم سا مي 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 ما يأثرش على الأداء ديالهم في الحلقات الأولى والناس ما يقدروش يلمسوا هذا الشيء في أول مرة كنسمع مخرج اختار أنه يخبي واحد أنا بغيت نعرف عبد الرحمن واش حاول يقلب على المعلومة ولا لا صراحة حاول حيت الإنسان يعني بطبيعته فضولي باغي يعرف كل شيء سورتو لو بيرسوناج ديالك كتبغي تعرف فريمون كيفاش غيسالي حاولت نقلب مي والو ما لقيتيش حتى شي حاجه جاي سيت فيغ هاد القضيه هادي في دوطغ برودكسيون في دوطغ سيري وما كتصدقش باسكو ديما شي واحد كيخرج باسكو يا دي تيكنيسيان باغ كونتر يا دي تيكنيسيان اللي مره كيكون كيعرف شي كوميديان بصح معاه شي شويه اكثر دوكو كيمشي كيدوي فيه فوجو فوالا كيحرك كيسبويليه فوجو L'avantage que nous avons de la production, c'est que les techniciens, déjà, c'est plus ou moins la même équipe, leader de l'Mktoub. Ça fait 3 ans d'affilée, 4 ans, on va dire, avec une autre série qu'on avait fait. Kulchi qui arf Kulchi, Kulchi qui acharme Kulchi, ou Kulchi qui arf à quel point c'est important parfois de ne pas partager, de ne pas dire. Du coup, voilà. C'est aussi grâce à l'équipe technique, les canaux. محتار من لو برودوي هاد القضيه غنرجعوا لها اللي عاد قلتي على نفس الفريق من طبيعه الحال هذا يعني انت دخلتي عبد الرحمن وسط واحد التركيبه زوينه الناس كل واحد عارف بلاصتو عارف شنو كيدير وشنو خصو يدير يعني هذه مساله كتريح الفنان كتخليه مركز على بزاف على الشخصيه ديالو بزاف انا كنشوف راسي محظوظ بزاف انني نكون في اون سيري بحال هذه فيها كاع الاسماء ممثلين بصح هذه كان الجزء الثاني من السؤال ديالي انك توقف قدام عبد الاله عجيل وتوقف قدام فاطمه زهره بن ناصر شنو 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 ضاف ليك شنو كانت بزاف ديال الحوايج هما زعما قبل ما يكونوا ممثلين كبار هما سي ظريفين بزاف وجينيرو سخين في العطاء ديالهم ما كيبخلوش عليا كاع وي سون لا كتحس بهم زعما راه اوني لا بور فو بور فو سيبورتي بور فو اكومباني وليكيب ديال علاء ليكيب تكنيك وزعما ليكيب ديالو كامله حسيت بحال راسي وسط اون فامي فريمون وكاين واحد الثقه كبيره دونك هادشي كيخليني نحس هادي مساله مهمه خصوصا فاش كنعرفوا بان اون صغيره كتاخذ وقت كبير في التصوير يعني لما كنتيش مرتاح زعما صعيب انك تعطي شي حاجه زوينه دابا ولينا لاحظت بانه كنلعبوا حتى على لا ريبوتاسيون دو ليكيب مثلا العام الاخر كان واحد المسلسل انجح مسلسل كان في رمضان في مصر كان هو جعفر العمده هذا العام باش انونساو واحد المسلسل واحد اخر سميتو نعمل افوكاتو قالوا باغ ليكيب ديال جعفر العمده راه هما اللي خدموا هنا كاسا دي بابيل وبرلين في نتفليكس ils ont annoncé بان راه ليكيب د كاسا دي بابيل هي اللي خدمات على برلين هذه القضيه واش تقدر تولي طريقه جديده ديال العمل وملي كتكونستيتوي واحد الفريق ولا كنولي عندنا واحد الفريق نبداو نخدموا به ديك مسلسل في العام ولا جوج مسلسلات ولكن يبقى كلشي مجموع بحال عائله واحده انا بيرسونيلمون بور مو جو في دير كو كنلقى راحتي فاش كنوصل للبلاطو كنكون كلشي عارف كل شيء كيفاش خصو يكون صافي شاك رياليزاتور جو بونس عنده لي زاستوس ديالو عنده لا فاصون الخدمه ديالو كنوصل باغ اكزومبل هاد لو ديكور غادي نكونوا باغ اكزومبل كان فادير كاميرا على ايبول اوكي لا كاميرا ها كيفاش خصها تكون لوبتيك اللي خصو يكون راكب فيها هادشي كله سي دي moins de questions qu'on va me poser le soir quand je vais sur le plateau parce que d'habitude quand je suis sur le plateau il est mon connaisseur de l'équipe qui j'ai des questions du coup le soir que je vais dans le narcas et par exemple là je suis pas assez
بهذا الفريق هذا سي كو ديما انا كنبغي هنا هما كيعطيو ليا هنا ديما كنبغي هنا هما كيعطيو ليا هنا لا ميم شوز بوغ لي كوميديان لي كوميديان اون فادير كو يا دي كوميديان لي ديجا خدمت معاهم ويونا دوتر لي ما عمري خدمت معاهم سي لا بروميير فوا باغ اكزومبل عاجل سي ان مسيو اكستراوردينير سي اون ديكوفيرت اكستراوردينير لو مسيو فريمون سي كبير وكبير كبير تبارك الله ومام تو جيتي فريمون الاخراج ديالو للكتابات لا كلشي جيتي سورتي كنعرفو مي ولكن فاش كتكون فاش كتكون كتصور وكتشوف وكتهضر معاه وكتشوف كيفاش هرب عينيك لا ميم شوز بوغ فاطمه زهره بن ناصر لا لو كاستين كله ما شاء الله لانه الا جينا غنذكروا غنذكروا امين ناجي سلوى برهان تسام العروسي عادل الاباتوراب عادل الاباتوراب يعني تبارك الله نخبة كبيرة من الفنانين الكبار سمحوا لنا الا نسينا وحدين اخرين لان الكاستينغ فريمون كبير واعر واعر ما نقدروش نلقاو شي كلمه اخرى باش نقولوه من غير واعر كناخذوا منهم كناخذوا منهم اي فوالا هذا هو لافونتاج فريمون هذا هو جو فيدير الحاجه اللي كانت زوينه في هذه لا برودكسيون جو بونس يل بارطاج عبد الرحمن لا ميم اكسبيريونس كو موا سي كو لا بلوبار ديال لي زيشونج سيتي كيفاش نقدروا نديروا احسن كيفاش نقدروا نردوا لا سيري احسن كيفاش نقدروا نعاودوا احسن دابا تخاف غير ابتسام ليكيب يبدلوا المخرج يقول كنا كنعطيوه هنا هو كيعطي غير هو على زعما ما يمكنش بقاو حنا ديما عطيوه هنا ولكن كلمه زوينه قلتيها في حق الفريق اللي شكرا لك حقيقه شوف هي من طبيعه الحال كنقول انا اون سيري بحال اي عمل هو الخدمه ديال من طبيعه الحال خص واحد الرؤيه وواحد الفكره ولكن باش تقدر تحقق وتكون على ارض الواقع وتقدر توصل خاص يعني يد وحده ما كتصفقش كما تنقولوا بالدارجه خاص كل شيء يخدم في اتجاه واحد شنو اللي كان مختلف في الخدمه مع علاء على باقي المخرجين اللي كتشوفوا فريمون نقطه فارقه بالنسبه لك انت كممثل عبد الرحمن صراحه علاء تعلمت منه بزاف ديال الحوايج زوينين على الحرفه ديال التمثيل تعلمت منه الكلمه الحقيقيه ديال less is more والجمال كيكون فريمون في البساطه وفي انك ما ديرش بزاف هذه زوينه اي علاء باش نشرحها بالعربيه اقل يعني اكثر يعني اقل يعني اكثر less is more بزاف ما ديرش اكثر من القياس اي صراحه مع علاء هو كيعاود القصه بالتمثيل عندو بريوريتي التمثيل كرد بزاف البال الديتاي وهذا شي حاجه زوينه فريمون فاش كتشوف لو ريزولطا اي تو كتفرح كنفرح بزاف الحمد لله حيت ماما عند الممثلين مهمين بزاف سي فري كو لي كوميديان لي زاكتور في لا سيري بور موا سي هما الوجه ديال ليستوار قالوا لي عدتيهم بزاف ما كيرجعوا كيبغيوك حتى كيسالي التورناج قبل ما كنحاول ما نغش الممثل باسكو راه حتى المخرج كيعيا À un moment donné, tu as envie de dire ça fait, on passe. Qu'il y a le stress de la production. Le timing, le planning, tout ça. Parce que tout le monde a une responsabilité, tout le monde a une responsabilité. Et à un moment donné, par exemple, je sais que Abdelrahman, par exemple, quand je suis à Kansour, par exemple, je sais que dès que je suis à Tali Yemzien, mais je sais que je suis à Tali Yassin. Je sais que je suis à Tali Yassin. Je sais que le fikr est l'oula, je suis à Tali Yassin. Dima. عطي حسن صافي غير مع ممثل لا بريز الاولى واخا انت صورتي لا بريز الاولى ها هي كتبان زوينه مي سوا سور اي سيرتان كو هذيك لا بريز هي باش تبني الدرجه اللي غادي تعطي تطلع من فوقها وتعطي اكثر بون هي واحد لاكتريس اكستراوردينير افيك كي جادور ترافاي سي سلوى زرعان سلوى زرعان سي اكتريس بلا ما نهضر عليها كفاءه كبيره كتشتغل في مسلسلات اخرين تبارك الله عليها اكسبسيونيل ما كتغش ما كتحبش الا تبارك الله الكاربور مي زعما تولدات باش تمثل الحاجه الواعره في سلوى زرعان سي بون لي بريز ديالها ديما زوينين مي سوفون لا بريز الاولى كتكون فيها شي حاجه اللي اونيك اللي ما غاديش تعطيك في لا بريز الثانيه والثالثه والرابعه واخا لا بريز الثانيه والثالثه والرابعه كيكونوا زوينين من الاولى كتكون اونيك اي مره Parce qu'il y a de la technique, parfois c'est par exemple, on va dire, la caméra ça dire un mouvement, ou que tu te fais. Fais-le parce que mazel techniquement elle n'est pas encore calée. Pas encore rodée, l'équipe ça le mouvement. Surtout que par exemple, Hwaij, les Zouenin, par exemple, je pense que par exemple, Abdelrahman, الحاجه الزوينه سي كو كتطلب منه هذه كيعطيها لك ومن بعد كتبني كيبقى عاقل فين كان وكتبقى انت عاقل فين كان وكتبنيو وكتبقى غادي كتبنيو باغ اكزومبل كاينين دوطخ كوميديان اللي
انت طلبتي منه شي حاجه ولكن ما عارفش بالضبط فين غادي تجي دوكو خصك تكون موجود خصك تكون فريمون موجود اي سا ماريف سوفون افيك سلوا ديما اون في ان سورت كو لا بروميير بريز تكون فريمون كالي كلشي تكنيكمون يكون واجد سورتو فاش كيكون شي سيكونس لي فيها اون فادير ان مومون دراماتيك ان مومون الفا ديبونسي بوكو دينيرجي واحد لا سين ديالها بكات جو كرو كي عاودت واحد السوره سبعه ديال المرات باسكو جيتي سي با بوسيبل لا كاين بزاف كاين بزاف ديال ديال اللقطات ولا نقدروا نقولوا اللحظات القويه في مسلسل بنات الحديد كنقترح لكم قبل ما نمشيو نشوفوا الفقره الثانيه ديال اش قالوا عليك لان خدينا رايكم نتوما في لاسيري دابا غنشوفوا الناس اش كيقولوا عليها نشوفوا هاد لي زيكتري ومن بعد نرجعوا كان العبد ضعيف الضيف ما عنده قوه يحتاج لحبيب مقرب وعزيفه حبيبي انا ما بين وحيله راه تشوه وقلبي هنيتك فينا يا غنداوي خليتي امر امك قالي وصيتي حافظ موجدني وكادة وظهر عليها وبنات الحديد عبد الرحمن اولا من بين يعني غنقدروا نهضروا على لا سيري اون جينيرال الحمد لله لقات اعجاب الناس والناس غاصوا في الشخصيات وفي القصه وعاشوا معكم يعني من الاول حتى الاخر من بعد لا سيكونس ديال لاكسيدون يعني اللي كانت من بين يعني نقدروا نقولوا لحظات القويه في المسلسل بزاف ديال الناس تاثروا وكنظن وصلوك رسائل كثيره وتعاليق تيسولوا فيها عليك يعني على الشخصيه ولكن عليك ايضا وباغين يعرفوا شنو غادي يوقع كيفاش انت وانت كتبع من طبيعه الحال المسلسل معهم كيفاش كتحاول تجاوب على هاد التعاليق قبل ما تحرق النهايه ديال المسلسل صراحه كنحاول زعما نجاوب بواحد الطريقه من فرش فيها شنو غيوقع زعما كنقول لهم راه غيكون خير جيسبر النهايه تعجبكم هادشي اللي كنقول ميرسي حيت سولتوا فيا هو كون كنتي في لاسيري سيتونس قول من الجنه يا وحيد انا هاد المساله دائما لانه يعني الناس كيعيشوا مع الشخصيات لدرجات يقدروا يتلاقاو في زنقه ما غيعطولكش عبد الرحمن غيعطولك باسم الشخصيه فوالا يعني غادي يبقاو عايشين معاك ويقدروا يعاتبوك على شي حاجه درتي وسط المسلسل كيفاش انت يعني كتحاول يعني تعيش هاد الدورين حتى في الشارع العام ولا فاش كتلقى بالناس الصراحه كنحاول زعما نمشي معاهم في داك الشيء اللي كيقولوا كي مثلا منير ما كانش عليه يهضر مع التعامل بديك الطريقه كنقول ليها عندك الحق ما كانش عليه يهضر معها بديك الطريقه صافي كتحاول تسيرهم كنجمعهم يعيشوا داك الشيء دابا انا مؤخرا هضرت مع محمد خي كنعيط ليه الفني الكبير نعيط ليه الغندور نعيط ليه شي حاجه اخرى نقولوا بنتي مازال ما قدرتش تفهم كيفاش الغندور هو سلامات سي انكرويابل زعما لا تو سون كو سي باش واحد الطفل كيقول لك ما يمكنش هذا هو هذا كتقول لي سي سا جو بونس كو شاك كوميديان شاك في شاك بروجي في شاك سيري ولا شاك فيلم ولا هذاك ا مومون دوني راه كي سورتو لي زاكتور لي فريمون كيديروا خدمتهم كيما خصها دير ا مومون دوني راه كيولي اون اوتر بيرسون راه كيولي كيعيش حاجه وحده اخرى Je pense le fait que غادي يجيو يمكن الناس يهضروا معاه على اساس انه هو البيرسوناج جو بونس كو سي سور كو غادي تكون شي حاجه اللي زوينه شي حاجه اللي بوزيتيف في السونس ان الناس تيقوا الناس عاشوا معاه هذاك لو ميشون ان اكتر بحال سي محمد تخيي كتشوف فيه لو بابا جونتي كتشوف فيه لو ميشون اغريزي رئيس العصابه جو تروف كو سي فريمون اكستراوردينير كوم ميتي ابري سي هايبر ديفيسيل باسكو اون فوا الكاميرا كتقول اكسيون ما خصكش تبقى هنايا خصك تولي لوتر بيرسون مي فرانشمون سي اكستراوردينير كوم ميتي قالوا عليكم بعد التصريح ديال ابتسام العروسي بانه اضطريتي انت انك تتدبروا امرك في مشكله انه عندك جوج ديال الفنانين ما كيهضروش مع بعضياتهم ولكن اضطروا انهم يمثلوا مع بعضياتهم شكون ابتسام العروسي وامين ناجي ما كايناش هاد القضيه هادي فريمون ما كايناش هاد القضيه هادي زعما ما كنقول لك التوناج داز مزيان دو ا زد اي امين ناجي ابتسام العروسي لا هو داز مزيان هما فعلا ما كانوش كيتهضروا ولكن انت واش ما حسيتي بوالو با دو تو
واه با دو انت ما عرفتيش بانهم بينهم واش معايا يمكن حيت ممثلين زوينين ولا يعني كانوا مهنيين حتى الاخر لدرجه انك انت ما حسيتيش بهذه المساله. عبد الرحمن قبل ما نمشيو للكويز كان واحد السؤال كيدور لي في بالي، بما انه يعني من طبيعه الحال على وسائل التواصل الناس كيحاولوا يتواصلوا دائما مع الممثلين مع المخرج مع يعني الطاقم ديال ولا الفريق نقدروا نقولوا ديال اي عمل كيكون ناجح، واش كاينه شي سيكونس ولا اللي انت درتي واللي كنتي كتنتظر ان الناس يسولوك عليها ولا يعلقوا عليها اكثر ولا شي حاجه يتفاعلوا معها اكثر وما وقعتش كاينه ما كايناش؟ صراحه كاين واحد لا سيكونس في ليبيزود 29 فاش كتجي عندي فاطمه تدخل عندي للسبيطار وكنغوت عليها كنقول لها وليتي بحالك بحال با تهمي الكماشه، هذيك لا سيكونس كانت زوينه بزاف و جو بونس وكنتي كتوقع تفاعل كبر معها. كنتي كتوقع تفاعل كبر مع هذيك لا سيكونس، تفاعلوا الناس مي ماشي بحال لاكسيدون مثلا ولا اكزاكتومون. الوغ كو هذيك لا سيكونس انا بالنسبه ليا قويه بزاف. الحموله ديالها اكبر. اكزاكتومون. ما عجبهمش الحال تغوت على على فاطمة الزهراء بن نصر، صافي هذا الشيء اللي كاين. يلاه نمشيو للكويز. والكويز اللي كنقترحوا عليكم اليوم سان كويز كروزي بحكم المده الطويله اللي دوزتوا مع بعضياتكم عبد الرحمن كنظن ان اليوم كتعرف مزيان علاء كعبون، بغيت نرجع انا وياك للذكرى الاولى اول لقاء مع علاء، شنو اكثر حاجه بقيتي عقل عليها؟ بروميير كونتاكت زعما تقدروا تكونوا مازال ما هدرتوش. بروميير كونتاكت كان في كونيكسيون ميديا شركه ديال الانتاج اللي بدا كيهضر لي على لو رول وفريمون خرج فرحان بزاف باسكو كانت شي ان مو افون تورناج وبدا كيهضر لي بزاف على لو بيرسوناج وفريمون كان عندي طموحات بزاف. شوقك شوقني الشخصية. شوقني امتى نبدا التصوير واخا كنت كنهضر معاه وهز بنتي اكزاكتوم دونك كان لقاء عائلي اكزاكتوم هادي زوينه. عبد الرحمن انت راك انتي واحد التجربه نقدروا يعني نقولوا لا باس بها يعني تعاملتي مع مجموعه من المخرجين، شنو هي الحاجه اللي مختلفه تماما على الشيء اللي شفتي من قبل في علاء في طريقته ديال الخدمه في طريقه ديال التوجيه، شنو النقطه ما نقدروا نقولوا ماشي نقطه القوه ولكن النقطه اللي كتبان لك انت مختلفه تماما على باقي المخرجين اللي خدمتي معاهم؟ بصراحه النقطه مختلفه هو علاء ما يدوش شي سيكونس اخرى ولا غيكوبي الا ما خرجش منك داكشي اللي بغا الا ما جبتش منك لو ماكسيموم واخا غادي تما ما سوقيش انا وهذه حاجه زوينه هذه حاجه زوينه واخا دي فوا هو كيكون سيفير وسميتو ولكن سي بيان سي بوغ زعما بور لو بيان ديال لو بروجي ديال مون بيرسوناج ديال اكزاكتومون. اوكي شنو النصيحه اللي قدم لك علاء خلال التصوير واللي غتبقى مرافقك طيله المسيره ديالك وحده نقدروا نقولوا من بين بزاف شي حاجه اللي ما يمكنش ننساها؟ هو صراحه بزاف ديال النصائح اللي انا ممتن ليهم بزاف. انا النصيحه زعما واحد الحاجه مهمه اللي تعلمت من علاء بزاف هي ليسيزمور هي البساطه وبصح vraiment je commençais à regarder les films différemment كنشوف vraiment واحد الجمال في البساطه بحال مثلا المسلسل شفت واحد المسلسل سميتو ناركوس ديال بابلو اسكوبار لو ديتكتيف هذاك اللي لعب الانسبكتور في الفيلم اتي فريمون عجبني بزاف بالبساطه ديال الاداء ديالو ما كان كيدير والو فريمون خلي سيكونس اللي هما انتونس داكشي فهمتي ما كيديرش اكثر من القياس وهي بعض المرات كنظن ان خصوصا الممثل فاش كيكون في بدايته كطلب منه جهد اكثر من انه يعطي لانه هو exactly محمل بواحد الشحنه كبيره باغي يعطي بزاف كتكون واحد الانرجي اجي نبين مثلا غنمثل حزين ولا غضبان اجي نبين لي الوغ كو نو سي دي دوغري صغار اللي زعما كنحسوا بهم ماشي ضروري تبين ولا كيعطي واحد الجماليه كبيره للشخصيه ولا exactly اللقطه اللي كتلعب. شنو بالنسبه لك اقوى لقطه مثلتي قدام علاء في هذه سلسله بنات الحديد؟ اقوى لقطه هي لا ميم سيكونس مع فاطمه الزهراء بن ناصر اللي طلبت منك جهد كبير دخل اكزاكتومون اي دازت بالزربه ما عاودناهاش بزاف مي كنت وجدت ليها بزاف و كنت قاط امتى غنديرها. على ما كنتي كتغوت في حياتي الواقعيه باش على من ترينيتي ما حتى شي واحد كنت كنتريني راسي كيضرب واحد المهم هذا هذه كتبقى اسرار الفنان والممثله صامد.
اخر حاجه شنو الرساله اللي تبغي توجهها لعلاء من بعد ما يعني ساليتو التورناج ولا ديفوزيون والحمد لله كل شيء الامور دازت بخير وعلى خير، شي حاجه كنتي شادها في قلبك بغيتي تقولها لي تفضل. لا صراحه انا قبل ما نقول ليه زعما اي حاجه بغيت نفيليسيتي على لا سيري وعلى الخدمه الكبيره فريمون اللي دار لا هو لا ليكيب ديالو كامله لا الشركه المنتجه زعما كل شيء فريمون دار واحد الخدمه كبيره. بغيت نقول لهم شكرا بزاف ونقول لهم فيليسيتاسيون لكم كاملين وعلى شكرا على الرحله اللي فريمون عمري ما غنساها. شكرا على الثقه ديالك. شكرا برافو. شكرا لكم ونمشيو للكويز مع سميد. اوكي على اكو انا ندير معك كويز طبعا غنيسلك لك عبد الرحمن وقول شنو بالنسبه لي كانت النقطه القويه عنده الايجابيه اللي جعلتك انك تختار باسكو باش نختاروا لا فيريتي اختاريتو باسكو فراسي كان كيشبه فريمون لو بيرسوناج كيفاش كنت كنشوف مونير البيرسوناج اللي لعبو كيشبه ليه بزاف فيزيكمون في لا فاصون اللي كيهضر بها mais la chose que j'ai bien fait sur le plateau c'est que qui se met ou moi qui te cherche parce que parfois je te cherche mais mon petit lecteur libre ici parfois que tu voulais chouiller je veux pas dire qu'abîme hein mais que tu voulais chouiller que tu hack voilà que tu hack allez parfois que je voulais aoud et quand il dit que allez chen aoud tout simplement ou moi mais quand je me fais que tu voulais aoud qui aoud كتقول له عاودها بحال هكا كيعاودها بحال هكا سي دي فريمون كي سو ليس فير حسيتي به جاي باش يتعلم جاي باش يتعلم جاي باش يعطي داكشي اللي مطلوب منه اي سا سي تري تري امبورطون سورتو بوغ ان اكتور اللي كيبدا جو بونس سي ان تري تري بون ديب. شنو هي الحاجه اللي خاصو يزيد يخدم عليها شي شويه لان ربما تقدر تمثل ليه عامل نقص ولا تقدر تاخره في بعض الاشياء Ouais, je pense que c'est sûr que Radi khdem aliha menno raso mais يمكن dans un premier temps qu'il se fait une image ala le personnage il se fait une idée ala le personnage ou parfois voilà parfois bhal ila chi hwayj li qadro men loul kiyjibihom fraso ou kiybqaw يدخلوا في واحد لا فيزيون اللي هي ديفيرونت ديال سواء المخرج ولا ديال لو سيناريست. بالنسبه لك ملي شتي دابا كيلعب شنو هما اهم الادوار ربما اللي يجيو معاه؟ نعرف ان الممثل كيقدر يدير كل شيء ولكن انت علاش شتيه دابا في دور واحد اخر؟ واش انسان شرير انسان طيب انسان متسلط متعجرف ظريف؟ انا بيني وبينك بغي نشوفه شرير زعما باسكو بغي نشوفه ان بو دون ان رول ديال ان ميشون ديال شي واحد اللي فيسيو ديال شي واحد اللي باسكو في هاد لا سيري هادي il était pas du tout il était pas du tout Et du coup j'aimerais bien nous voir faire des choses différentes. La chose que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois il a fait quelque chose, il a pu faire quelque chose complètement différent de le rôle qu'Allah a donné. Est-ce qu'on a une chose qui est bien pour lui ou bien pour sa carrière? كتفرح المخرج سو سي اون ريسبونسابيلتي باسكو باغ لا سويت فاش غادي يمشي للبرودكسيون واحده اخرى افيك ان اوتر رياليزاتور يقدر يقول لي معامل كنتي اخويا البروجي اللي دار ديكو سي سي شكون تكرسي شكون هذا اللي علمك هادو كاين شي ناس هما تفعل شكون اللي عمرك الدرسه نو فوالا ديكو كنتمنى ان يكون خدمني فوالا des astuces zouenin باش يخدم و لي كولابوراسيون ديالو مع المخرجين اللي من بعد يدوزو زوينين كيما كان معايا قول لي شي حاجه فوالا جيسبر انك تبقى خدام بلا ميم مانيير تبقى ما تعياش فوالا ما ترخاش باسكو سي ان ميتي تري 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 ديفيسيل دايوغ سي ان ميتي اللي حتى الناس اللي كيكونوا دايرين بينا زعما بزاف ما كيفهموش سورتو الا ما كانوش من الدومين ما كيفهموش دوك فوالا الا ما كنتيش كتكون بوحدك باسيوني والناس كيقولوا ويلي اش كيدير ما تعياش وكمل بهاد الانرجي هادي وما تخلي حتى واحد يجرك لتحت اي دور راسك بالناس اللي غادي يجروك لفوق. شكرا لك على اكعبون غنمشيو مباشره باش نختموا البرنامج. سي علاء وسي عبد الرحمن وصلنا لنهايه البرنامج بغيت نسولكم على الجديد ديالكم اللي كتحضروا ليه
جواب مفتوح. حنا طماعين يلاه كتسالى شي حاجه بغينا حاجه اخرى زعما كاين شي جديد مغربي سؤال ماكرهناش الجمهور المغربي فين مرقه كيسولك واش كاين شي جديد ان شاء الله ان شاء الله انا بقول الجديد ديالي هاد الساعه هو كندوز شويه الوقت مع ما بتيت فامي جو موكوب دو ما بتيت في الله يخليها لك كن كنصدع شويه مرتي فوالا جونغ جي بوكو دو فيلم ا راتراپي ا فوار دي سيري ا ريغاردي دي جو ا جوي voilà après inchallah le travail on va dire le vide à tenir تخدم ديك voilà exactement on se nourrit باش نلقاو من ما نعطيو من غير التلفازه السينما شي حاجه اللي ça fait un petit moment qu'on travaille sur sur le scénario ديال le long métrage inchallah voilà inchallah j'espère انه يكون واجد exactement j'espère انه يكون واجد قريب inchallah كنتمنى لك التوفيق عبد الرحمن شنو يتسنى منك الجمهور انا غنصور prochainement واحد لا سيري فرونسيز كي صوروا لا سيزون 2 هنايا جي ان بيتي رول ا بور موا يا با ان بيتي رول لي رول سو امبورطون صح اكزاكتومون هادشي اللي كاين بور لو مومون حاليا ومن طبيعه الحال شنو سمي لا سيري كور نوار ومصلحت كنت قلبك بيض وتنتلف كور نوار المهم كيحاول كيحاول باش يقولوا كور نوار عبد الرحمن وقور وعلاء كعبون كنا سعداء جدا باستقبالكم وهذه الدردشه الزوينه هادو النكات ديال سميد المهم لا يوريكم داكشي اللي تيصحيت في المونتاج شكرا لكم بزاف على حضوركم معنا فرحنا بزاف بهذه الدردشه على سلسله بنات الحديد وغنبقاو متبعين من طبيعه الحال كل جديد باش حتى حنا نعطيو الجديد ديالكم للجمهور اللي متبعكم شكرا لك سميد شكرا ابتسام ميرسي بزاف شكرا لكم حتى نتوما مشاهدين على تتبع الحلقه نتمنوا انها تكون عجبتكم غادي نتلاقاو بكم ابتداء من نهار اثنين في حلقه جديده من بوبوب نيوز والسبت المقبل مع جوج ديال المبدعين في حلقه جديده من بوبوب شو سلام عليكم